السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه من الله أتم الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، دائما نذكر أنفسنا ونستذكر سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، تلك السنن التي تقربنا إلى الجنة، والتي تفتح لنا أبواب الجنة، والتي تكون عولا لنا في دخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا في هذه الدنيا التي هي دار عمل ودار الجزاء في الآخرة. ومن هذه الأعمال أيها الأحبة عمل كريم، وعمل يذكر فيه الإنسان بالمحامد، بل ومن لا يفعله يلقب بالمذام. عمل يذكر فيه صاحبه حتى أن غير المسلمين قد يمدح بكرمهم وبفعلهم لهذا الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا وعلمنا أن نكرم ضيفنا، فإذا ما جاء إنسان ضيفا لك في منزلك طارقا بيتك، فأنت بالخيار، إما أن تأذن له وتفتح له الباب وترحب به سواء في بيتك أو سواء في قبول موعده، وإما أن ترفضه. فإن رفضته لأن لديك شغل أو لديك من المهام فلا إثم عليك، لكن إن فتحت له دارك وقبلته في مكانك فإن له حق عليك. وهذا أيها الأحبة ليس فقط من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي من سنن الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام ذكره الله في القرآن في قصته: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فإبراهيم عليه السلام من آلاف السنين لديه خلق نلتمسه ونتعلمه، ونعلم أنه من خلق الأنبياء والمرسلين: إكرام الضيف، استقبال الضيف، البشاشة في الضيف، إكرامه وإسعاده والترحيب به، كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن المرسلين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أي من إكرام إبراهيم عليه السلام لضيفه أنه قرب أجود الطعام وأفضله دون شح أو بخل، فالضيف يأتي ورزقه معه. فهو من الابتلاء لنا في حياتنا أن قد يأتيك ضيف فتستثقل مجيئه، بالذات إن كان من ذوي الأرحام أو من ذوي القرابات أو البر أو الإحسان. فالواجب أن تفرح، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل ضيوفه بالترحيب: مرحبا بآل فلان، مرحبا بأم فلان، مرحبا بفلان. بل أنه في مسجده صلى الله عليه وسلم خصص مكانا وإسطوانة كان يجلس فيها لاستقبال الوفود ولإكرام ضيوفه عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حكم شرعي، هذا الحكم قد يأثم فيه الإنسان إذا استضاف ضيفا ولم يكرمه أو لم يرحب به. طالما أنك قبلته، أعطيته موعدا للقاء، أو أعطيته فتح باب أو جلوس في مطعم، فيجب عليك إكرامه بقدر استطاعتك.
ويجب عليك أن تحسن له وأنت مسرور، لأنها عبادة، إكرام الضيف عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه لحاتم الطائي، وحاتم الطائي كان مشركا ومات على الشرك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب والد حاتم الطائي أعتق الصحابة رضوان الله عليهم جميع الأسرى بسبب كرم رجل من بني طي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوها، أي ابنته، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلا ليكمل مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت فيكم أمة محمد إلا لأتمم مكارم الأخلاق. فإن من مكارم الأخلاق أيها الأحبة إكرام الضيف والجود والإحسان. ما دمنا تعلمنا أن إكرام الضيف عبادة، فلا بد له من نية، لا بد له من نية، أنك تنوي أن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فتلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى في حسن استقبال الضيف، وفي إكرام الضيف، وفي غض الطرف إن تأخر، أو إن آذاك في منزلك، جاء مع أطفاله، كسر لك شيء، فعل لك من موقف من إيذاء، يجب عليك أن تكون حليما صبورا، وكلها في ميزان حسناتك. هذه ليست فقط عادات، هذه عبادة، إكرام الضيف عبادة. من إكرام الضيف بداية التحية، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. بل وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة من خصائصها السلام عليكم ورحمة الله، فهذه تحية أهل الجنة، ويجب أن من قال لك السلام عليكم ورحمة الله أن ترد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم في إخباره عن ربه: سلاما قال سلام، أي من قال لك السلام عليك لا بد أن ترد عليه وعليكم السلام. أيضا أيها الأحبة، إدخال السرور في قلب المستضيف، فعندما ترحب به فتعطيه صدر المجلس أو جزءا من المجلس المريح الذي يكون فيه من الإكرام، بتقديم أجود الطعام، بأجود الرائحة، بأجود المنزل الذي يبقى فيه، هذه كلها عبادة لك فيها أجر، وإنها من مكارم الأخلاق. كذلك أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دعوة واستضافة العصاة. بيتك نعمة من الله أعطاك الله إياها، فاجعل من بيتك بيت للصالحين، لا تدعو على طعامك فاسقا أو فاجرا أو صاحب كبيرة، عاق لوالديه، آكل للربا، إلا إن كان لك قصد من ذلك. أما أن تجعل بيتك مستضاف لأهل الظلم أو لأهل المعصية، فهذا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهي من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الرزق الذي يعطيك الله إياه ويستخلفك فيه انفقه فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. بل وفي دعوتك، إذا دعوت قوما إلى طعام فإياك أن تدعو الأغنياء وتترك الفقراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومعلوم أيها الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين، وكان يقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين. استعاذ من الفقر، لأن الفقر قد يؤدي إلى القنوط، وقد يؤدي إلى ترك حمد الله أو شكره على نعمه.
لكن المسكنة بين يدي الله والتذلل بين يدي الله ومحبة الفقراء والمساكين من العبادات، ومن العبادات إكرامهم. فلا تظن أنك في دعوتك لعزومة أو وليمة أن تكون دعوتك خاصة بمن يحسن اللباس أو بمن هو كبير في قومه أو كثرة مال في يده وتترك الفقراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس الوليمة وبئس الطعام طعام الوليمة الذي يدعى إليه الأغنياء ويترك فيه الفقراء. أيضا أيها الأحبة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الضيف بوجهه، لا يعطيه ظهره أو دبره، وكان يرحب به بلسانه وعينه وشفته. فأما عينه فلا تنزل عن ضيفه إكراما له، وأما بلسانه فبالترحيب والتهليل وبقول مرحبا وتفضل أهلا وسهلا وبأي لغة، وأما بشفتيه بالابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل كبير السن دون غيره، فإذا ما دعا قوما أو أتاه ضيوف ووجد فيهم ذا شيبة كبيرا في سن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير المتغالي فيه أو الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط غير الظالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد في بعض ضيوفه صغيرا في سنه فيكرمه بتقديم الحلوى، باللعب، بتوفير المكان. أما الكبير الذي قد شاب رأسه أو شاب دقنه ولحيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوقره. وكان من فعل بعض الصحابة تقبيل اليد أو تقبيل الرأس لكبير السن، وهذا كله على حسب العرف، إلا أن السنة جرت إكرام وإجلال الكبير. من شاب في الإسلام فهو عند الله شيبته يجب توقيرها وتعظيمها. روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وهذا أكرموه لفظ يدل على الاستحباب، يعني إذا دعوت قوما فجاءك إنسان إمام أو كبير في قومه أو أب مع أبنائه، فلا بد لك أن تظهر هذا الإجلال وهذا الإكرام وهذا التقدير لصاحب المكانة. بل وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أفسح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل. وقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الوفود، وكان يستقبلهم من باب المسجد حتى يغادروا عليه الصلاة والسلام، بل ويناديهم فيقول: مرحبا بالوفد الذي جاء، غير خزايا ولا نداما. وعن أم هانئ أنها قالت: عندما قدمت وهي امرأة كبيرة في السن، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها فيقوم إجلالا لها أمام الصحابة جميعا فيقول: مرحبا بأم هانئ. ومن آداب الضيف أيها الأحبة إكرامه والمبادرة له بتقديم الطعام، فيتقديم الطعام من أفضل الصدقات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما جاء الأمر أيها الأحبة بإكرام الضيف وإجلاله والبشاشة والإحسان إليه والتبسم
ومناداته بأحلى وأفضل أسمائه، أيضا جاء النهي عن التبذير أو التكلف أو تكليف من استضافك فوق طاقته. فإذا ما جئت إلى إنسان فقدم لك أي طعام فافرح وكل منه، فإن فيه بركة، لأنه خرج من عبادة ومن طيب قلب. والإمام الشافعي لما دخل عند شيخه الإمام مالك كان يأكل من الطعام حتى أنهى الصحن، فسأل لما كنت تأكل بهذه الطريقة، فقال: طعام المحب بركة، يعطيك من الصحة، من الذكاء والقوة، يعطيك من الفائدة. فطعام المستضيف لضيفه فيه بركة، بالذات إن كان محبة وكان عن طيب نفس، فتأكل منه دون تكلف، ما تحرج من استضافك فتقول له: لما تقدم لي هذا الطعام؟ أنا أجل وأقدر من أن تقدم لي هذا الطعام. انتبهوا، هذه من خطوات الشيطان التي يكون فيها كفر للنعمة. فهذا رزقك الذي رزقك الله إياه، دون أن تقنط أو دون أن تعاند أو دون أن تتكبر أو تقول: لا، رزقي أجل، رزقي أعلى، أنا فلان، هذا الطعام ليس من مقامي. لا، هذا رزقك الذي ساقه الله لك. بل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن الله يجعل في الطعام بركة، فقال في الصحيح: طعام الاثنين كافي لثلاثة، وطعام الثلاثة كافي لأربعة. وهذا نراه الآن بأعيننا، فإذا ما جلس قوم حتى لو خمسة رجال على طعام قليل وكل واحد يتمنى لأخيه أن يأكل أكثر منه حتى يشبع، يقوم كلهم شبعا ويجد من أنفسهم الكفاية. يقول في البداية بسم الله، يأكل من اليمين من أمامهم، يحمد الله إن شبعوا، يقدم ويتنازل عن أي لقمة أو أي طعام أو أي شيء ليس في أمامهم لغيرهم. قد يسألني سائل: أتتحدث عن طعام يقدم؟ نحن نأكل كل يوم ونستقبل ضيوفنا كل يوم. لا أيها الأحبة، هذه عبادة. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أذكر نفسي وإياكم بعبادة، كلكم من أهل الكرم وأهل الإجلال، لكن إذا لم تقرنها بالعبادة لن تستفد إلا الذكرى الحسنة في الدنيا، فلان كريم. أما إذا قرنتها بأن الله أمرني بإكرام الضيف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرني وكان من سنته إكرام الضيف، فاقتديت به صلى الله عليه وسلم، كان لي من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيادي. وهذا كله من الوصية بالإطعام. بل وكانت بيوت الصحابة مفتوحة، من سار في طريق فوجد في نفسه قلة أو حاجة لا يحتاج إلى فندق في وقتنا الحاضر، فإنه يستضاف في أي بيت من الإجلال والإكرام، لا يحتاج إلى نزل يسكن فيه أو مطعم يؤويه أو يطعمه، فأي بيت من البيوت. وهذا قد نجده في بعض الأرياف أو القرى، فإذا ما جئت إلى مسجد لا يعرفك فيه أحد، فإذا ما خرجت عند الباب قد يستقبلك ثلاثة أو أربعة من أهل القرية، كل يأخذ بيدك إلى بيته. وهذا موجود في بعض القرى الإسلامية، وإن كانوا في بلادهم فقر، لكن الفقر ليس فقر النفس، فقر المادة لا يؤثر، يطعمك مما أعطاه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل حقا واجبا للضيف إن دخل بيتك أن تكرمه ثلاثا، أن تكرمه ثلاث ليال بقدر استطاعتك، وبعد الثلاث ليس بواجب، يجوز لك أن تحسن إليه أو لا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: ما معنا إلا الماء، يعني بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه كثرة طعام إلا الماء،
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يضم أو يضيف ضيفي. وهذا يدل على الوجوب. إذن ضيفي قد لا يكون من الإحراج أن أطلب من يعينني في إكرامه أو توفير مكان لاستقباله. فقال أبو طلحة من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى زوجته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأم طلحة تقول له: يا أبا طلحة، ما عندنا طعام إلا قليل لأبنائنا، يعني ممكن نحن الكبار لا يوجد لنا. قال أبو طلحة: هذا ضيف رسول الله، فاجعل الإضاءة إلى أن ينام الصبيان ثم أطفئ الإضاءة، فلما يقدم الطعام نجعل أنفسنا كأننا نأكل ونترك الطعام لضيفنا. ففعلت كما قال لها أبو طلحة رضي الله عنهم، فأصبحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: إن الله ضحك ليلة أو عجب من فعلكما، وأخبر بنزول آية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان فيهم فاقة، حاجة، فقر، لكنهم يقدموا الضيف، والضيف يأتي ورزقه معه. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيها الأحبة كل طريق يعيننا إلى الجنة، وذلك لأنه يعلم ضعفنا ويعلم أن اختبارنا كل على قدره. فإكرام الضيف كما هو مستحب وكما هو إن دخل بيتك واجب، إلا أن الله أجاز لك إن لم تستطع أنه ليس بواجب. لكن طالما قبلت ضيفك وتواعدت معه واستقبلته، أو وجدته في دخلت به في مطعم أو دخلت به في بيتك أو شيء، فإنه يجب عليك إكرامه. وكل هذا أيها الأحبة لنعلم فضل الإسلام علينا وفضل الله علينا أن يعطينا من الآداب ومن الأخلاق ما تستطيعه أنفسنا وتتوق إليه أرواحنا، ونجد فيه الفرحة ونجد فيه الرغبة، لا سيما أيها الأحبة إن كان هذا الضيف من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم قرابة الوالد من الأعمام وأبناء العمومة، أو قرابة الوالدة من الخالات أو الجدات أو أبناء الخالات وبناتهم. فالواجب في صلة الأرحام الإحسان زيادة على الضيافة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة ذو أرحام، قرابة أبناء عمومة وإخوان، أصلهم ولا يصلوني، أكرمهم ولا يكرموني، أحسن إليهم ولا يحسن إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه هي الصلة، هذه هي الصلة، العبادة، صلة الأرحام. أما إذا كنت تظن أنك ستسلم على من يسلم عليك، وستعطي الهدية لمن يعطيك، وستدعو وتستقبل في بيتك من يدعوك، وستتصل أو ترسل رسالة لمن يراسلك، وستقول كل عام وأنتم بخير لمن تحب دون الآخرين، هذه ليست بصلة الأرحام، هذه مكافأة، أنت تكافئ من يكافئك، كأنك ترد الحق الواجب، كأنك تنتظر إذا أخوك الصغير أو الكبير قال لك كل عام وأنت بخير ترحب به وتقول له وأنتم بخير. لكن الصلة أن تصل من قطعك، أن تحسن إلى من لم يصلك، حتى وإن سمعت أنه يتكلم عليك أو أنه يسيء إليك أو أنه قد يستنقصك، وهذه قد تكون من ذوي القرابة، لكن أنت تتعامل مع الله لأنها عبادة. أسأل الله السميع العليم كما رزقنا وإياكم هذا الدين أن يجعلنا متمسكين فيه، وأن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم ارض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب،
اللهم إنا نسألك الرزق الحسن، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك اللهم لنا في أموالنا وأبنائنا وأزواجنا وبيوتنا ودورنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المنان العظيم ذا الإحسان. هذه الأيام تمر علينا، شهر رمضان، شهر ذو الحجة، عام بعد عام نكبر ونقترب إلى قبورنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا، وأن ترضى عنا، وأن تجعل لنا من الأعمال أحسنها وأيسرها وأبركها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر.